الباهي يا بنت. يا ماما بسم الله الرحمن الرحيم. احلى من الشرف مفيش. مسا الفل المشغول بويا، مسا الجمال ابو دليات، مسا الزلابيه الابروسي والهريسه السكوتش بالسودة. وبعدين معاك جدعان بنت حلال. او انا جدع واجدع ما في الحاره دي كلها. انا عبده عبده دانس يا 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 مسا مية مسا على العيون الكويسة. خلاص يا عم بقينا نسايب. مبروك مبروك. اخي كسر فوقك. يطلعوا ايه العلبة دي فيها ايه؟ معرفش. لا تعرف. بقولك معرفش. بقول لك تعرف اتكلم. العلبة دي فيها ايه؟ هو انا بنجم؟ العلبة دي فيها فيل. فيل؟ فيل ازاي؟ بقول لك فيل. فيها ايه؟ فيل فيل فيل؟ لا العلبة دي ما فيهاش فيل. امال انت عايز يبقى فيها ايه؟ العلبة دي فيها خاتم. خاتم الشبكة بتاع عمال. ابعد عنها احسن لك. انا بقولك اهو ولا اخلي الفيل يروح لافف خرطومه حوالين رقبتك. محدش له دعوه ابدا. وسايب ولا ما اقولكوا العلبة الصغيرة دي فيها ايه؟ فيها فيل يا عم. فيل يا سيدي. انت فاهم يا ابني الفتوانة ضرب واخلاق؟ لا الفتوانة اخلاق. احنا اللي بنحمي الحي ده كله. الناس دي كلها مسؤولة منا احنا. من عارف عارف. ما تخافش بس جربني اعجبك. ما يخرب بيوتكم. وانا كل ما ده اقعد اسمع عمر اللي فات ما هيرجع تاني. عمر اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني. هيرجع. ما تسكت صوت الهباب ده وطلوه شوية. انت تؤمر يا معلم. الله انت تؤمر. تشاور كله تنفس. تحت امرك يا معلم. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. انا قلت وطوه بس. انا عملت ايه غير كده؟ ما انا وطيتهولك خالص اهو. طب يا اخويا بفوت عليا بالليل وانت موطي برضه. صلاة النبي احسن. تعالى هنا يا بني ادم. فين تم المكالمة؟ ده مش أنا اللي طالب يا معلم. وأنا مالي؟ طالب ولا مطلوب؟ أنت مش حطيت التليفون؟ المكالمة دي على حساب اللي طلبنا. أمرك عجيب يا أخي، شرفتني بيه أنا عشان أروح أدور عليه وأحاسبه. طب بس بس بس، خد. يا خلي يا هو يا خلي، يعطل التليفون ومش عاوز يدفع. وجرى إيه للدنيا؟ الناس كلها بقت في تواد. أمال مين اللي هينضرب؟ مساء الجمال على الضيوف. مرحبا يا فندي. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك. يعني ما سالتنيش مبروك علشان ايه؟ علشان ايه يا اخي؟ ايوه اصلا سمعت خبر انكم رايحين تتجوزوا بنات الريس حنفي. طب وافرض ان احنا هنتجوزوا، انت دخلك ايه؟ اما شيء بارد يا اخي. انا دخلي ايه؟ انا الله، انا شيء بارد انا إيه؟ طب بشرفي انا الجوازه دي ما هتتم ابدا. لا هتتم غصب عنك، وانت اللي هتمسك الشمعة كمان. الشمعة دي تحطها في عينك. حيث انك ربتها تحدي يبقى 3000 جنيه مهر والشبكة والبيت وعبد الحليم حافظ يرقص في الفرح. خلاوتك يا بابا. خلاوت امك. اسحب اسحب. دي خلفة ايه المهبه؟ بص شوف ابويا بيعمل ايه. احنا عندنا اغلى من زبدة او كده المعلمة. تمام يا 13 خمس اصفار ونصف. المجلس مجلس الامن يتحدث. الو يا مجلس.
ده انا اللي خدام. الحاصل السيدي على حتة واحد ظابط جاي الاسم جديد وعاوز يعمل علينا فند. عمل ايه؟ قبض على زبدة وصينية. والله انا قلت برضو كده انه مش عارف انهم معانا. لا 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 عمر 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 ده انا اللي خدام. اي خدمة حياتك. نعم الفتحة. حاضر بشرف نعرها لك الليلة بالسيد البدوي. شال الله يا سيد. باي باي يا عمر. على العموم الحكومة هتنتقم منها بمعرفتها وهتريحنا منها. بصراحة بقى انت اللي هتنتقم منها لوحدك. روحيش هتضدي وقول لهم ابويا كذاب يفرجوا عنها ويحبسوني انا. يا بابا دي انسانة في ورطة. هنروح فين من ضميرنا؟ انت عندك قضية رشوة عايزين ربنا يسترها معانا. انا راجل لعين يا اخي. انت مالك ومالي؟ انا حر في تصرفاتي. شاي. الف شكر. اسمع يا قلب فنج الحال ده ما عادش تسكت عليه ابدا. خير يا اهل الخير. وهيجي بقى منين الخير طول ما البنت شوق دي ملبسانا طرح طرح؟ هي حصلت عملت دقه زار وفوتنا. انما تبعت تشتري ازاز خمر عشان تذكر هي وسيد احمد بتاعها اهو ده بقى اللي ما سكتش عليه. اعوذ بالله من غضب الله. شوق اشترت ازازه منكر. فاضل ايه تعملوا الفجر يا بنت الفجر؟ دي الخمرة ام الكبائر. مع السلامة يا اه يا اه. احلى من الشرف مفيش.